قول لي نايس. صاحبنا معصب شوي حبيبي والله. كيفكم يا طيبين؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. مثل ما انتم شايفين شباب، واخيرا نزل الحسبه الثانيه من ديفل ماي كراي اللي هي نيرو. طب حبايبنا طمنوا على نفسكم، ان شاء الله كل شيء تمام. جماعه مبارك على الجميع، اتمنى لكم يوم سعيد، واليوم ان شاء الله راح نحاول نجيب هذا السكين يا جماعه. قبل ما نبلش قبل ما نبلش بشو راح اقول لكم، قبل ما نبلش بالبس، بس انا نسي اصلي زمان اللي عم البس مباشر على الفيسبوك. غالبا راح نعمل بث مباشر على الفيسبوك. اوكي، بالنسبه للبث المباشر شوي على الفيسبوك بتكون دائما رابط تحت بالوصف. اوكي خلونا نصلي على النبي ونقول بسم الله. لا تنسونا باللايكات، واذا مشترك اشترك حجي حبيبي والله. يلا جاهزين؟ خلينا نقول بسم الله. اوكي يا بسم الله. طيبين، مثل ما انتم شايفين عندنا موتار جديد، فيه ضرر، فيه متانه، حلو اللوز. عندنا هون الرقصه معلم، ما اعرف يعني صاحبنا ما اعرف شو بده يعمل. عم يهزهز معلم، عم يهز. اوكي حلو. وهون عندنا التوكن. هذول التوكن شباب بنحصل عليهم عن طريق الاستبدال. لما نجي نستبدل الاحصاء على التوكنات عشان نستبدل فيهم نجيب فيها الشيء اللي بدنا اياه. اوكي، عاملين ايكل. اخي حطونا وحده دركات، يعني كان مشي حال، كسر باللوس. هيك مع سمت وحده يعني زياده، كان مشي حال باللو. اوكي ما في مشكله، تمام. عندنا نحاول نجيب هالرقصه، وهذا السكين ان شاء الله اليوم، وهذا الموتور، وهذا الجميل، تمام. بس قبل ما بلش بشيء، انا كان هون نازل عجله الصيد، رح نجيب هي هل الرقصه وشوف الوضع شو. لا تعمل هيك على السريع، شوف حظنا معلم. ناخذ لعب اول لفه ولا لا؟ ليتس جو، روح. اقسم بالله فكرت رح تصير تزبط. يا سلام. اوكي هات لنشوف. يهديك ربي. دايم هات لنشوف. يلا ايوه. يا اخي خلص يعني. يلا يا لطيف. اوكي ممكن لا ما ممكن. طب ماشي، قبل اخر لفه. لا يا زلمه روح من هون. يلا روح. اوكي خلينا ناخذ هذول معلم. انا كده اعرف يعني لما يكون ينزل حدث ورقصه لحاله يعني يا جماعه، ان هذا يدل يعني انه ما في ممكن تطلع لي يعني هيك مباشره. لا لازم، فهمت علي شلون. اوكي شو هي؟ ومتعين دعونا نحتفل. هاي شغله جديده هاي. اوكي حلو تمام، هي رقصه الجميل. هات بس نشوف هيك على السريع. اوكي شوف الطلقات، خلاص لو موشي ما سلو متشن. ايه حبيبي والله. اوكي ندخل هون، شوف هلا حصل لفه ثانيه معلم. اوكي اللفه 45 يا شباب، 6 لفات، 6 هات نشوف. اوكي ما في توكن، ما يطلع لنا توكن. 50 تعب بضرب ضربات. لا بربك، لا تخلي معلك. اوكي خليها هيك. لا طلعي توكن. لا صاحبنا معلم بده يستعنى هيك كل شوي ينطط هيك. طولي بالك ابدي. اوكي بس نشوف شو عم يطلع لنا هون. هي اوكي كم توكن صار عندي؟ بدي اشوف كم توكن صار عندي. هدول اثنين بيعطيني اثنين بس حبيبي والله. اوكي نجي لهون، لف عمل هيك. لطيف. اوكي وطينا شوي صوت اللعبه يا معلم، مش في هيك في شوي ضجيج. هات لنشوف. اوكي ما في توكن الظاهر، ما في توكن. توكن بلو، توكن يا زلمه. او طلعت لنا السكين يعني. لا سكين انا بعرف انه ما راح يطلع لي سكين، بس ولكن بقول يعني توكن يعني ممكن. فهمت علي شلون؟ اوكي ايوه يلا ولو. انا حاسه بيطلع لي نفس الشيء، سبحان الله. انا شايف بيطلع لي نفس الشيء يا شباب، نفس عم بروح على نفس المكان. ايه الحظ البيض ده؟ ايو يلا يا ولد. لقيت توكن واخيرا، هات نشوف. لقيت توكن حلو تمام. بس توكن ها بلش وضع 17 توكن صار عندي. اوكي برو. اوكي اللفه هنا نشوف اللفه. يلا ضرب حاول ضرب سريع. اوه لا تقوله حلو. باللوز معلم. السرعه هي السلاح الاخر. الله عليك يا جميل انت. اوكي
حلو، هي صار عندنا موتور، موتور باللوس. اوكي هون بقى عندنا على اليمين في باقه السكين والرقصه، تمام. يعني اه لازم اعمل شغله، لازم نركز على شغله. اوكي هلا هون على السبده لازم نحاول نجمع الرقصه اغلى من السكين. يهديك ربي يا مواطن. اوكي تمام، هلا هون ممكن يطلع لنا اذا طلعنا السكين. لا حدا ما طلعنا سكين ولا شيء. توكن لا ما عاد يطلعنا توكن كمان. توكن بلو شوفي اه واحد توكن، هاي توكن 18 يناد شو ول. لا تقول يا معلم اثبت صياد نيرو معلم. ويل ويل عليكو كيكو. اوكي معلم 26. اوكي راح نجيب الرخصه بس طلعت اللي طلع. والله ما كنت متوقع ابدا هيك راح يصير. يلا بكل صراحه انا مصدوم اليوم يا شباب، ما كنت متوقع ابدا، كان فكر حد يستبدله بعد طريق هذاك التوكن. بس والله حلو، بس انا حنكمل نجيب شوي توكن، حاول نجيب رقصه واحده شيء تطلع لي الرقصه يا معلم. ما عاد يلزم لنا التوكن. يلا اعطونا التوكن ولو او هات الرقصه معلم. توكن خلاص، توكن خلاص، اعطيتنا السكينه ورا بعض. والله باللوس والله انت احلى ناس. حلو عجله يلا. لا خلاص ما عاد يعطونا توكن. توكن يا بني ادم، توكن يالا، اعطيني التوكن يالا. ايه القرف ده يا جدع، ما تديني التوكن يا معلم. يا اسطى يا اسطى ايوه كده ثلاثه توكن كده يا معلم. ايوه انا عايز شويه من التوكن تاني. اه ده انت جيد جدا، ده انت جميل. اوكي اسمه ممكن اعمل لها استبدال مباشره. اوه يا سلام، وهي الرقصه صارت جاهزه عنا يا جميل. اوكي هنروح نعمل تزويد. اوكي اول شيء نجي على الحزمه هون على السكين، نفتح السكين معلم. ما يصير ما نجيبه يا جدك، بنفتحه بنجربه. ايش عم تحكي انت؟ اوكي هي جبنا السكين وعندنا هون كانت الرقصه. الرقصه ياب الرقصه معلم، رح نحطها. خلينا نحطها هون والله ما اعرف وين حط. لا شو عم بعمل، حطيتها هون انا بتهر. حطيت لا حطيتها على اسمه شوي، حطها هيك وخلاص. نشوف هيك على السرير عشان نجربه. والمركبه حط المركبه كبرنا كمان المركبه. يا سلام الله عليك يا معلم، يا سلام. وهيك وضعنا صار حقيبه الفاير بلاس الاول. شكيت ما تشكيت عن جد شيء هيك واقعي اكثر يعني. هذول ما حد سكت الواقعي اكثر. بس شوف معلم، شوف التيشيرت تحته معلم كيف مشقوق معلم من تحت. اوكي حبيبي والله هات لشوف شوفي ما في. اوكي راح ندخل جيم سولو سكواد شباب. ايزي فريزي. اوكي سولو سكواد ها، خليك مركز هات لشوف. طبعا شايف صدقوني يا شباب الفتره الاخيره ما صايب كثير صراحه، انت شايفين يعني غايب كثير. حبيبي والله الحمد لله على كل شيء. اوكي قول لي مين شاب ما مال صاير نوب انا. قول لي وين هذول؟ من وين السيوف هذول؟ بشوف ضربات السيوف من كل مكان. ايو السلام عليكم. انا هاي جيم معلم رانكد ها. اوكي رانكد بلعب رانكد انا، سولو سكواد رانكد يا شباب. اوكي بالنسبه للسيوف والله راح الشباب الفتره الاخيره يعني شايفه فيه تحسن، ما اعرف ليش هيك. لانه يعني ما عم بلعب كثير ولا شلون؟ الله اعلم. ريكستيريا يا سلام. اوكي خلينا ندخل معلم هيك شيء هيك نجلد شوي من اللاعبين من على الصبح. هات لنشوف. اوكي بتعرفوا بدنا ننزل، بننزل مع ناس معلم، ننزل مع سكواد. بدي تشكلز وضع معلم، بدي افرجهم احتراف الاحتراف ال شو اسمه نفسه هذاك عرفته؟ ايه يلا خلينا نمشي ننزل اشوف على اليسار يمين. ايوه وين وين في ناس وين؟ ايوه ايوه هي معي سكواد نزل معي معلم. اهلا وسهلا، اجلدكم على الخفيف، اجلدكم على الخفيف. تعالوا تعال، انا اسطوره يا معلم. شوف نظاراتي معلم ما احلاهم. ايوه يلا انزل قول لي نزل هون على الجراج على شو اسمه دي. ايوه كده ندخل ناخذ الباب بالحته دي، ننزل من هنا. ايوه يا معلم اديله. لا ايش هو اصبع هي؟ طلعت الاصبع، طلع من هون يا زلمه. شيل الاصبع اللي قدام وجهي. لا يا زلمه وقت الاصبع هلا. لا يا زلمه خلاص فهمنا. اوكي تمام. اوكي تمام، نجي من هون لو ثلاثه لويتات حلوه جميله. يعني انا شفت هون، شفت سكواد وين وعارف وين سكواد كان هون؟ والله ما اعرف يا برو. خلينا لويت هون ناخذ الدرع لمكان هون يا شباب. اوه يا سلام، اضرب الطنجره طاوه الجيتار على راسه. الوضع هادئ، الوضع هادئ جدا، الوضع هادئ وانا ماي مرتاح لهذا الشيء. اوه اي واحد اي واحد جيبوه، بوت 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 انزل ولا؟ جيبوه الثاني، جيبوه الثاني.
لا بدي حدا بدي يسرقني الكل تبعي. معقول؟ شباب بنزل هذا بنزل جديد يلا الو. بس بنشوف هون ناس تحت، في ناس تحت. واحد على اليسار انا. واحد رح نسلم عليه. ايه عم يلوت شكله؟ نسيان؟ ماله منتبه؟ ايه؟ ايوه وات اب؟ ايه ملقلق هاد؟ مسكين ما بيعرف ينط؟ ولا شلون؟ ملقلق مسكين يا الله. شو عم بيصير معه؟ ملقلق ملقلق والله ما شكله ما بتعرف تدخل ولا شلون؟ بتنطش او شكله بوت. اي واحد بيجي واحد رح يقتله. بس خلينا نحميه يا معلم. بس بشوف القلب الطيب عليكم. تعال يا ول. قول لي شوف هون البوتات دي يا اخي والله بعرف بس لا تعال. ايه اسطوره يا شباب يا اخي. انا متوحش متوحش كثير انا. شوف جاي عندي معلم جاي مع السلاح بيده. شوف 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 الحركه. شوف السادة عم تجري. السادة هيك عم تجري. شوف شوف شوف. اسمع صوت. صوت اوكي. ذا توكن صاحبنا هذا. هذيك السادة عم تجري ولا شلون؟ السادة عم تجري هيك شكلها. اوكي تعال 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 تعال. ايه ابلع الله عليك. اوه درع سلاح. خلينا من هذا. شو صار معي يا عجب؟ ماتت ما ماتت؟ شو صار فيها؟ ساعتها عم تجري حبيب والله. نشوف اخرتها معنا. والله يا جماعة انا شايف انه هي فاصلة خالص حبيب والله. وفي ناس عم يساعد بعضهم هيك كانوا لعندهم. والله شايفها يعني خلص تعال يلا نريحة معلمة نريحة يلا. السلام عليكم. اوكي يمكن يكون ملقلقة هون مثلا عشان الاصدقاء يساعدوها مثلا بيقدروا يساعدوها. انا هيك شايف لانه لساتها اصدقاء عايشين. اوه كل بلاش كل بلاش كل بلاش. ويل على السرقة. يا سلام. شو عم يعمل؟ تعبروا تعال 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 تعال. والله انا والله يعني قول لي شو معي هذا؟ ووو نقار شو هون يسوي؟ كفو. يلا تزبطها معنا يا شباب. دايم. سو حبايبي الكرام الله يسعد ياكم. ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع الخفيف اللطيف. بشوفكم ان شاء الله بمقاطع ثانيه ان شاء الله باذن الله تعالى. اتمنى لكم يوم سعيد ولا تنسونا باللايكاتكم وقلوب لكم. وبنشوفكم على خير والسلام عليكم.